كارثة كبيرة جدا يا جماعة، كارثة ومصيبة كبيرة 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 جدا على السطوح عند الطيور بتاع الناس. تعالوا يا جماعة نشوف ايه هي الكارثة الكبيرة اللي ممكن تحصل عندي وعندكم وعند اي حد، ربنا يا رب يحمينا. بسرعة يا جماعة لازم نعمل كده للطيور وندي لهم التحصين ده ونرش المكان بالحاجات دي ونحط على المية الحاجات دي عشان ما نخسرش الطيور. الفيروس يا جماعة اللي بيخلي الطيور ترف براسها منتشر في الجو دلوقتي، ودلوقتي رياح الخماسين. كل سنة وانتوا طيبين. الرياح دي يا جماعة شايفين انا واقف دلوقتي، شايفين ريش الطيور؟ شايفين وقعت الباب ازاي؟ الرياح دي يا جماعة بتيجي محملة بالامراض والفيروسات وبتتعب الطيور. الطيور بتحتاجي يعني، بس قبل ما اوكلها واشربها لازم احط لهم لازم احميهم من الامراض دي. شايفين يا جماعة ذكر الوز عايز يتجوز البطة، ما شاء الله السطح عندي يعني بتشوفوا فيه العجائب والغرائب. طبعا يا جماعة انا ناس كتير جدا عمالة تبعت لي على جروب الواتس والمشاكل والكلام ده كله، نشفت عطشت الطيور جامد جدا وجوعتها علشان احط لها التحصين ده على المية بس بعد ما وكلهم. اهم حاجة يا جماعة ما تنساش تشتركوا في قناة نيومات مزرعة لو مش مشتركين، وما تنساش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنساش تعملوا لايك للفيديو ده عشان اكبر عدد الناس تشوفه وتستفيد. اقسم بالله يا جماعة اقسم بالله الفيديو ده مهم جدا جدا جدا. يلا بينا كده يا جماعة بس نمشي خطوة بخطوة ونعرف اهو التحصين ده وهنحصن الطيور ازاي. هنزل اجيب لهم العيش ونطلع نحط لهم الاكل واحط لهم الاكل واعرفكم على الطيور اللي عندي على السطح وعلى انواع الطيور اللي عندي على السطح، ونرجع نحط لهم المية ونشوف بالظبط هنعمل ايه واحدة واحدة، لان انا برضو ملاحظ ان انا بدأ عندي الفراخ وشها هيتغير، واقفه كده الفراخ ما هيش مظبوطه خالص، وهو اول ما بيجي في الفراخ البقى. طبعا يا جماعه بسم الله ما شاء الله اللهم صل على النبي، حطيت لهم الاكل اهو، ولازم اول حاجه احط لهم كده ياكلوا قبل ما احط لهم اللي هو التحصين على الميه او قبل ما اشربهم الميه. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم دلوقتي انا بحط لهم التحصين اخر النهار، يعني انا دلوقتي اخر النهار فهم مش عطشانين، هم عطشانين بس مش قوي يعني. فالتحصين ده يتحط على الريق الصبح، يا يتحط على بعد ما ياكلوا، يعني ياكلوا كده ويملوا ويعطشوا ونبدا ان احنا نحط لهم الميه. طبعا يا جماعه بقول لكم التحصين ده ضد المرض اللي هو منتشر ده اللي بيخلي الطيور تلف براسها، بتلف براسها كده وبتمنع الاكل. تلاقوا الطيور بتاعتكم منعت الاكل، عملت اسهال ابيض جيري، اعرفوا ان ده هو الفيروس وان هي هتبدا تلف براسها. الفيروس ده اكتر حاجة بتنتشر في الجو اليومين دول. انا كنت ملاحظ عندي كذا كم فرخة يا جماعة كده ما همش كويسين وواقفين كده عوجين عرفهم. وبرضه يا جماعة الفيروس ده هو يعتبر انفلونزا الطيور، بس فيه بقى اللي هو بيجي بيلف الراس ده، او اللي هو اللف الراس ده، او ان انتوا تلاقوا الطيور بتاعكم وشها ورم، الطيور وشها بيورم وعرفها بيزرق كده. اللي عرفها بيزرق يا جماعة وشها بيورم، زي مثلا الصورة اللي ظاهرة قدامكم على الشاشة دي، ده أعرفه إن ده أنفلونزا الطيور. برضو نفس التحصين اللي أنا هحطه ده هيحميهم من أنفلونزا الطيور، وكمان لو هي جات لهم على السطح هيقتلها. التحصين ده يا جماعة بيقلل من انتشار الفيروس ما بين الطيور، وكمان بيموتهم، يعني بيموت الفيروس، يعني خلاص الفيروس جه في المكان هو بقى هيخليه يموت إن شاء الله. فلو عندكم الأعراض دي أو الأعراض بتاعت اللي بتخلي الطيور تعوج رقبتها كده وتلف تلف تلف في مكانها، طبعا أكيد كلنا شفنا فيديوهات زي دي، فحطوا له التحصين ده. تعالوا بقى ايه بعد كده هم ما كلوا، نيجي بقى للخطوه اللي بعد كده اللي هي طبعا يا جماعه الطيور خلاص شربت كلت هاي وعايزه بقى تشرب. شايفين اللوز بيعمل ازاي في الطش؟ انا بقى كنت منتظر الحته دي، كبيت الميه من قدامهم بحيث ان انا لما احط التحصين هم يستفادوا منه. تمام، شايفين كل الطيور عماله تعمل في الطش مش لاقيه ميه، وبقيه الفراخ واقفه بتاكل هناك هي. الميه معايا هي يا جماعه، انا معرفش انا بقى بحط بالويم كده، شايفين اهو. انا ممكن احط اكون حطيت شويه كتار، بس انا عارف انا بحط قد ايه. ده بقى يا جماعه ده اهو، خدوا كده سكرين، ده يا جماعه الكلور المغلف مش السايب، الكيس ب 3 جنيه والله العظيم ما كتير. اقرا كده الحته دي، يقتل 99 من الفيروسات والبكتيريا. تمام اهو، بيقتل 99 من الفيروسات والبكتيريا.
يعني اي بكتيريا في بطن الطيور هو هيقتلها، اي فيروسات في بطن الطيور او في الجو هو هيقتلها. بنحطهم على المية يا جماعة علشان يقتل الفيروس ويمنع انتشار الفيروس عند الطيور، حتى لو هو يعني حتى لو انا الطيور بتاعتي عندها برد، عندها اسهال، عندها فيروس، عندها روشة، عندها زرقان في العرف، عندها ورم في العرف، اروح حاطط كلور على طول وارش في المكان كده كلور، ارش في المكان كده كلور، تمام. بس طبعا يكون رش منظم مش زي كده. انا بوريكم اهو كيس بثلاثة جنيه زي ده، نروح فكينه على جرد المية ونروح رشين بيه المكان كله، او ممكن تجيبوا الكلور السايب ترشوه المكان. الكلور السايب يا جماعة ما يتحطش للطيور على المية، نحط الكلور المغلف. الناس اللي بتروح تحط الكلور السايب، الكلور السايب ده اكبر غلط. الكلور السايب فيه نسبة مية نار، في نسبة مية نار. الناس اللي بتقول الكلور بيهري كبد الطيور، ما بيهريش كبد الطيور ولا اي حاجة. عايزين نحصن الطيور بنحط 3 سنتي على كل لتر مية. الطيور عيانة عندها الروشة عندها زرقان، بنحط من 6 سنتي ل 10 سنتي على اللتر، تمام، من 6 سنتي ل 10 سنتي على اللتر. وانا عارف انا بقول ايه. الكلور اهو هحط لهم يشرب عشان الطيور عطشانة، ونتكلم وهم بيشربوا. هجيب الجردل يا جماعة اهو، والطيور جاية بتشرب كده. أنا بحمي طيوري من الأمراض ومن الفيروسات. الطيور تشرب يدخل في بطنهم يقتل البكتيريا والفطريات اللي في بطنهم. طبعا أنا كترت شوية كلور لأن أنا لسه هاملة كمان مية، وحتى لو كتر يا جماعة والله العظيم ما فيش مشكلة. شايفين الوز بسم الله ما شاء الله بيشرب ازاي؟ هو ده اللي أنا بتكلم فيه، إن أنا أجوعهم يكون حطهلهم على جوع، يكون حطهلهم على عطش، حاجة من الاثنين، يحطوه لهم على جوع يحطوه لهم على عطش، تمام. زي ما انتم شايفين كده كل الطيور بتشربه، بتشرب فيه زي ما انتم شايفين اهو. بط، وز، فراخ، حمام، اي طيور، حتى الارنب لو هيجي يشرب هيشرب منهم. اي طيور يا جماعة عمرها معدي 10 ايام تقدر تحطوا لها. طبعا اللي عمره يعني معدي 10 ايام نحط له 3 سنتي على اللتر بس، حتى لو كتحصين او لو هو عيان، تمام. واللي اقل من كده وعايزين احنا نحصن، يعني حتى الفراخ اللي عمرها يومين او ثلاثة نرش حواليهم كلور كده بخاخة كده، نرش حوالين القفص او حوالين المكان اللي هم قاعدين فيه كلور، تمام. وطبعا يا جماعة لو عندكم بطة راد او اي حاجة او وزة او كده رشوا برضه حواليها كلور وقوموها تشرب المية بكلور، تمام. ما فيهاش اي حاجة، ما فيهاش اي خطورة. بنحطه قد ايه لو عندنا الفيروس؟ بنحطه كل يوم، كل يوم الماء اللي يشربوها يكون عليها كلور، الماء اللي يشربوها يكون عليها كلور. لو تحصين، لو تحصين نحط يوم اه ويوم لا. انا والله يا جماعه في العادي ما بقطع الكلور، تمام، يعني ممكن احطه في الاسبوع، ممكن يومين بس او ثلاثه اريحهم في الاسبوع. قسما بالله سحر 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 بجد. وده كان الفيديو بتاعنا بتاع النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا.